ترحيب بنجمنا وضيفنا في الفقرة الأولى في هذه الحلقة من حلقات الأهلي ليلة، وهو محافظ بني سويف سابقا، وطبعا واحد من الشخصيات اللي لها تجارب ناجحة وغير مسبوقة في إدارة نادي المقاولون العرب، وكان رئيسا أيضا خلال فترة سابقة لنادي المقاولون العرب. برحب مع حضراتكم بضيفنا المهندس شريف حبيب. مهندس شريف حبيب، أهلا بحضرتك، سعداء بوجودك معنا النهاردة. أهلا بحضرتك. نبدأ من الحديث عن الغد، خلينا نبدأ بأحدث الأخبار، وابن من أبناء نادي المقاولين العرب يصل لمكانة مرموقة وغير مسبوقة لأي لاعب مصري بالترشيح لأفضل لاعب في العالم. ماذا تود أن تقول عن محمد صلاح؟ طبعا يمكن في البداية قبل ما ابتدي أي حاجة بقدم التعازي للأسرة الرياضية بشكل عام، والنادي جماهير النادي الأهلي بشكل خاص، في وفاة اتنين من رموز الكرة، الكابتن حازم كرم وكابتن عادل هيكل. فكل التعازي لأسرة النادي الأهلي الرياضية وكرة القدم بشكل خاص، وفي نفس الوقت بنوجه التهنئة الخالصة للنادي الأهلي على المباراة الجميلة اللي أسعدت جماهير مصر كلها العاشقة لكرة القدم، وليست جماهير الأهلي فقط. الجماهير كانت في الملعب شيء يفرح، وكان شكل الملعب مختلف تماما، والكرة للجماهير زي ما بنقول. محتاجين الصورة دي ترجع تاني في كل المباريات. طبعا هي أساس الكرة الجماهير، يعني عنصر أساسي جدا في كل نشاط واستثمار في كرة القدم. متعة كرة القدم هي الجماهير الحقيقة يعني. فنتمنى استمرار الالتزام، استمرار الرقي اللي ظهر به الجماهير في المباراة في الفترة القادمة إن شاء الله. هرجع للحديث عن نجمنا الكبير محمد صلاح. منذ لحظة يعني التفاوض حتى ينتقل لدوري من الدوريات الأوروبية، وحضرتك في وقت من الأوقات كان لك تصريح عام 2012 على ما أتذكر، قلت أنه استغرقت دراسة وتحديد تفاصيل التعاقد لانتقاله إلى نادي بازل في سويسرا استغرقت 8 ساعات. تمام. عايزين نستفيد بالتجربة دي اللي وصلت نجم من نجومنا لهذا المستوى غير المسبوق. التجربة دي يمكن تحتسب أو تحسب للمقاولين العرب كمنظومة منظومة ليست في النشاط المقاولات والبناء والتشييد فقط، ولكن في أنشطة كثيرة منها كرة القدم. تجربة محمد صلاح كان الحقيقة الأب الروحي والقائد لها، أو تجربة النجم العالمي وتجربة الناشئين المهندس إبراهيم محلب. الحقيقة وضع كن يعني في مجلس الإدارة وكان رئيس مجلس الإدارة أن احنا عايزين يكون عندنا ناشئين على مستوى عالي جدا، أن احنا نعتمد على الناشئين في المقاولين العرب. كان وقتها مقارنة بالأسعار كانت ابتدت أسعار اللعيبة عالية جدا، وكان يهمنا أن احنا يكون عندنا قاعدة جيدة من الناشئين لدعم الفريق، وعايزين نعمل نجم عالمي الحقيقة. والحقيقة أو كلية المهمة دي في الوقت ده، والحقيقة كان في تجربة اللي هي اكتشاف ورعاية الموهوبين. دي الحقيقة تجربة برضو كانت رائدة، لأن كان البحث عن الموهوبين في الوجه البحري والإبلي، وموضوع بقى النجاح التجربة بشكل عام الحقيقة اشترك فيها ناس كتيرة قوي. هل كانت تجربة البحث عن موهوبين في كل المدن والمحافظات المصرية سبب في وجود هذه العناصر المميزة؟ طبعاً هي اللي وصلت كل العناصر المميزة. طبعاً. وكان أحد الروافد لها اللي هو نادي مقاولين أو عصمصون طنطا، اللي هو نادي الشقيق لنادي المقاولين العرب، اللي هو كان بيستقبل اللاعبين في وجه بحري. وكان في هناك مجموعة الحقيقة مخلصة، كابتن مصطفى أوراني، علاء عكاشة، فرج الصعيدي، الحقيقة مش عايز أنسى أسماء كلها كان لها دور في أنها ويوجهوا يبحثوا على المواهب. وكان في رئيس قطاع الناشئين في الوقت ده كابتن ريعو، وكان في بقى مجموعة يعني هو كان جالي في الوقت ده وقال أن احنا عايزين عندنا لعيبة نبتدي اللي هي في الوجه البحري والإبلي، نجيبهم في النادي، بيبقى في إقامة في الفندق، في رعاية، في نظام غذائي كويس، في حتى تعليم. فكان من المجموعة اللي ظهرت، كان أنا فاكر كويس يعني محمد صلاح قال في لعيب كويس قوي وأشول، وإحنا شايفينه حاجة هيبقى حاجة كويسة. الحقيقة كان مر بقى باختبارات
كل المدربين اللي دربوا محمد صلاح كان لهم بصمة معاه. كابتن حمدي نوح كان له بصمة كبيرة جدا لأن هو اللي استقبله كان بيتدرب معاه فترة بدري قوي الساعة 6 الصبح وكان بيديله المهارات الفردية والتدريبات الخاصة. كابتن سعيد الشيشيني كان له دور إن هو يعدل مركزه. كابتن رضوان الحقيقة مش عايز أنسى حد. كانت منظومة متكاملة لغاية ما ابتدى احنا كان لنا برضو كنادي ان احنا بندعمه عشان يبتدي يخش المنتخبات ويبتدي يظهر ويبتدي. واعتقد انه حسب كلام حضرتك اخذ فترة الاول لتجهيزه حتى يستطيع ان يؤدي بشكل جيد في الدوري الممتاز. صحيح. يعني عشان نقل اداؤه من مرحلة الاداء في اندية الاقاليم الى الاداء في دوري الاضواء وعلى مستوى نادي المقاولون. هي نقطة مهمة جدا والحقيقة كان تحسب لكابتن رضوان شجاعة ان هو بيشركه. هو لما تمش 16 سنة في الدوري الممتاز مع مجموعة اخرى وظهرت كلها المجموعة بشكل جيد. فابتدى بعد كده بقى ما ابتدى يتألق وكانت التجربة ان احنا بين ان هو بقى جه ابتدت تيجي له عروض. لا احنا قلنا ليه ما يكونش عندنا لعيب محترف واحنا ما عندناش كنادي المقاولين الضغوط من الجماهير اللي هي اللي تصعب مهمة خروج اللي هو لان احنا انا كنت موجود في الوقت ده كان اتقال عليه على المقاولين ان هو بقى خلاص يعني هيكتفي نشاط الكوره ابتدي بيبيع اللعيبه خصوصا ان احنا ما كانش موقفنا الفريق ما كانش موقفنا كويس في الدوري يعني. لا احنا ساعدنا وكنا الحقيقه قعدنا عشان يتعمل العقد بشكل كويس وعقد كان فيه جوانب كتير من الاحترافيه دي كانت خبراتنا كمقاولين عرب في صياغة العقود الدولية فادتنا بشكل كبير. وإن احنا يعني ابتدى بقى ما راح هناك كنا احنا بنتابعه كان في متابعة. طيب هنكمل كلامنا مع حضرتك ونسمع التجربة استمرت ازاي وعملية التفاوض كيف حققت العائد الأفضل ماليا وفنيا للاعب حتى فيما بعد وتمت الاستفادة بيه بالشكل اللي ممكن من خلاله كان يحقق هذا النجاح غير المسبوق وغير المتوقع أيضا. معنا على الهاتف كابتن ريعو مدير قطاع الناشئين مدير جهاز الناشئين بنادي المقاولون العرب. مساء الخير يا كابتن ريعو. طيب احنا فقدنا الاتصال وربما نعاود التواصل مع الكابتن ريعو بعد قليل عشان حضرتك كنت بتتكلم عن عناصر كتير شاركت في اداء مهمتها بالشكل الامثل. لو رجع لنا مره ثانيه على الهاتف هيشارك معنا خلال لحظات. هل احنا عشان بس لا نغفل حق ايضا نجم كبير قبل ما نكمل كلامنا عن محمد صلاح وهو بالتاكيد يعني خارج المنافسه وحاله استثنائيه، لكن هل كانت ضمن نفس التجربه ومرحله البحث عن افضل العناصر احنا عندنا كمان لاعب كان من ناشئي النادي الاهلي وحقق نجاح مع نادي المقاولون العرب واصبح من اشهر نجوم العالم وبيلعب في نادي من اشهر انديه العالم في ارسنال، فبرضه هنتكلم عن كيفيه الاستفاده من اللاعبين وافادتهم واعطائهم الفرصه عندما تاتي. معانا كابتن ريعو. مساء الخير يا كابتن ريعو. انا مساء الخير. اهلا بيك وسعداء بمشاركتك معانا في الاهلي. ربنا يخليك. احنا طبعا كان بيتكلم المهندس شريف حبيب عن حضرتك دلوقتي وعن شخصيات كتيره قوي قدمت جهد كبير لنادي المقاولون العرب. مساء الخير عليكم جميعا وبحيي سياده الوزير المهندس شريف حبيب وبضم صوته الحقيقه في يعني تقديم واجب العزاء في زميل الدراسه كابتن حازم كرم مدرسه السعديه وزميل الملاعب وكذلك استاذي وكابتن الكابتن عادل هيكل زميل الملاعب وطبعا لي الشرف تزاملت حتى معاه في اهم مباراه لعبها في حياته ضد نادي بنفيكا مع النادي الاهلي واحنا بصدد كلام على كابتن محمد صلاح عشان وقتكم. الحقيقه يعني كابتن محمد صلاح نفس اللي قاله سياده الوزير المهندس شريف هي دي القصه الحقيقيه اللي حصلت بعد مشروع اكتشاف ورعايه المغوبين في الفتره اللي كنت فيها مدير قطاع الناشئين من 2004 ل 2008 وطبعا الحمد لله كان كل الظروف والجو العام مهيئ لان يكون محمد صلاح وامثاله كمان النني وغيره اللعيبه الكثيره انا سبت للمهندس شريف حبيب كشف كان فيه 52 لاعب كلهم على نفس المستوى فبنتمنى لمحمد صلاح بعد وصول هذه المرحله العظيمه لمصر وهذه الايقونه المصريه ان ربنا يوفقه ان شاء الله النهارده ونهني مصر ونهني نفسنا كلنا بنجاحه الكبير
ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله في هذه التجربه انها تستمر. وانا بسعد بالثالث مره على التوالي بمسك قطاع الناشئين دلوقتي والفريق الاول المقاولين العرب، نعيد التجربه عشان نطلع لمصر محمد صلاح والنادي الاهلي والزمالك والدنيا كلها ينفعونا ان شاء الله المستوى على مستوى الفريق القومي وعلى كل المستويات بتاع الكره المصريه. مهتم بفكره تطوير قطاعات الناشئين يا كابتن ريعو، لان النادي الاهلي مهتم بشكل غير عادي بهذا الموضوع. ايضا نادي المقاولين له تاريخ كبير في قطاع الناشئين وكان دايما بيشار اليه عندما نتحدث عن قطاعات الناشئين في مصر، الكل يقول قطاع الناشئين مميز جدا في نادي المقاولين. هل احنا محتاجين نطور القطاعات دي وممكن تعمل فرق كبير للفريق الاول في اي نادي في الفتره الجايه؟ والله انا طول عمرنا احنا كل كلامنا على فكره حضرتك موثق كله، يمكن مهندس شريف عارف الكلام ده كله، احنا بنجمد زمالي بنمزج الخبره العمليه بالخبره العلميه دايما في سبيل التطوير. احنا السنه دي لاول مره بنعمل اختبارات جينيه للعيبه ل 35 40 لاعب تالنت موهوبين، بنعمل اكبر مركز تاهيل واختبارات فسيولوجيه للقطاع السنه دي، بنعمل طبعا حاجات كتيره جدا عشان نقدر نشتغل بالاسلوب العلمي. حضرتك شفت ايه اللي حصل بعد مونديال روسيا، اللي حصل ثوره في الاداء البدني والخططي، وحضرتك شفت بكل حاجه يعني. ده احنا ماشيين على هذه المسيره احنا وغيرنا طبعا زي الانديه الكبيره الاهلي والزمالك والاسماعيلي والانديه الشعبيه دي كلها، بنتمنى تنجح هذه التجربه ان شاء الله باذن الله. باذن الله بشكرك جدا على المشاركه معنا، موفقين في تجربتكم ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ريعو مدير قطاع الناشئين او مدير جهاز الناشئين في نادي المقاولون العرب. مهندس شريف حبيب، قبل ما نكمل كلامنا مع حضرتك، تعقيبك على الكلام اللي قاله كابتن ريعو. هو الحقيقه المقاولين العرب مؤسسه كبيرة جدا في مجالات كتيرة، وفيها في قطاع الرياضة أجيال بتسلم أجيال. الحقيقة المنظومة الناجحة لقطاع الناشئين وفريق الكورة اللي هو وصل يبقى تالت نادي تقريبا بعد الأهلي والزمالك في عدد البطولات، رغم أنه هو نادي يعتبر حديث بالنسبة للأندية أخرى. ده منظومة من أيام حسين بيه عثمان أو عثمان بيه وحسين بيه عثمان، المهندس اسماعيل عثمان، المهندس عادل ايوب، كل المهندس ابراهيم محلب اللي عمل نقله نوعيه كبيره جدا. فكل اجيال بتسلم اجيال وشخصيات لها ثقلها، المهندس صلاح حسب الله، فشخصيات تقيله قوي يعني. لا وكمان شخصيات عامه تولت مناصب ومهام في ظروف صعبه ولها يعني لها تاريخها في العمل العام وفي العمل الاقتصادي. انا بتكلم بقى كمان على منظومه قطاع الناشئين، نادي اتبنت على اكتاف كتير من الناس. الحقيقه مش حابب يعني انسى حد، انما وفي عندنا بقى كان المهندس محمد عادل فتحي دلوقتي بيأدي دور، هو بقاله يعني بقاله فترة كبيرة وخبرات عالية بيؤدي مع الفريق الأول وقطاع الناشئين، مهندس محمد عادل فتحي، مهندس محسن صلاح دلوقتي بيقود النادي، وفي النادي بيحصل له التطور يعني كل أجيال بتسلم أجيال. طب اسمح لي حضرتك بجملة أو سؤال اعتراضي وهنرجع نكمل كلامنا، كيف حققتم التعاقد بأفضل شكل ممكن، ورأي حضرتك إزاي في تطوير منظومة الاحتراف أو تسهيل مهمة خروج لعيبنا بشكل أكبر؟ بس اللي بيتفرج علينا أو بيسمع حضرتك دلوقتي بديهي إنه يخطر على باله سؤال محدد وهو بيسمع حضرتك، والكل مقتنع تماما بحجم الكفاءات الموجودة في نادي المقاولين وإمكانياته كمؤسسة وشركة وكنادي رياضي. ليه بالرغم من كل ظروف النجاح وعوامل النجاح الموجودة في نادي المقاولين اللي الكل متفق ومجمع عليها إلا أنه تراجع كرويا؟ يعني نادي ده كان نادي بطولات على المستوى المحلي صحيح. والأفريقي في المنافسة وفي الصدارة ومع أندية القمة دايما في الصورة وفي ألف حساب لمبارياته مع أي فريق. ليه تراجعت القدرات الفنية؟ دخول الاحتراف بدون نظام يعني هتلاقي اهتزاز المقاولين بعد دخول الاحتراف. قبل كده كانت الفرقة، ودي هتلاقي أندية كتير تأثرت يعني نادي المحلة تأثر، كل الأندية ما بقتش قادر تحافظ على اللعيبة في ظل التنافس المادي اللي كان بيحصل، لأن نادي المقاولين العرب أو الأندية بتحكمها منظومة مالية ما يقدرش يخرج بسقف التعاقدات للشكل اللي كان وصل إليه في أندية أو للأندية اللي هي جماهيرية. فليه النادي اتكون فرقه قويه جدا ما كانش فيه احتراف حافظ عليها، استمرت لغايه ما حققت بطولات، حققت بطوله واثنين وثلاثه. لما ابتدى مع التسعينات كان في لسه الدفعه، حققنا بطولات كاس مصر، واما ظهر الاحتراف بقى بقوه
هنا حصل الاختلال. لذلك احنا لازم نرجع يعني مستقبل للامكانيات ولا القطاعات الناشئين والشغل الفني والاداري السليم الاثنين. لا لو انت لازم هي منظومه متكامله، لازم شغل اداري صح، امكانيات وقطاع ناشئين صح، وخطط صح، ولازم امكانيات ماديه. ان الكره دلوقتي بقت صناعه كبيره، واحنا نقدر نبص لو احنا حسب المستوى اللي عايزين نوصل له. يعني احنا هل مثلا كل الانديه في انجلترا بتكسب الدوري وكلها انديه عريقه؟ لا طبعا، تاخد فتره طويله عشان تاخد بطولات. كل ما بيزيد التنافس بقت في انديه بتاخد النجوم، وفي انديه في اوروبا شهيره عالميا، مش بس على مستوى البلد اللي هي بتنافس فيها، لكن هي دايما عند ترتيب معين بتتحرك في رينج معين، في انديه الوسط قريبه من القمه، اللي هي ماتشاتها بيقال انها بتحدد البطل او بتؤثر على نتائج الابطال في المسابقه. انت مهم بقى في ظل الامكانيات الماديه تحط اهداف لك. انت بتحقق ايه من هذه الأهداف؟ ممكن يكون هدف في انديه بيبقى هدفها ماديه فقط، بتكسب انها عن طريق جماهير، عن طريق بيع لعيبه، عن طريق تسويق في لها. دلوقتي يعني مقومات البطوله مش سهله وليست امكانيات ماديه لوحدها. نعم. لا لا، في امكانيات كثيره. كيف استفاد وظهر بشكل بشكل كبير في الوقت الحالي. كيف استفاد نادي المقاولون العرب من خروج واحد من اشهر النجوم عالميا الان، ويمكن اكبر لاعب حقق قدر من النجاح عالميا في تاريخ الكره المصريه، محمد صلاح، من نادي المقاولين اعلاميا وادبيا وماديا؟ انا شايف ال 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 ال, 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 ال الاستفادة أو النجاح الكبير هو نجاح للبلد كلها. يعني احنا فخورين كمقاولين العرب ان ما بيتقال اسم محمد صلاح فبيتقال مصر. بيتقال اسم محمد صلاح هو بيقول نادي المقاولون العرب. يعني انت في ارتكل وانا محافظ، انا اتعامل معايا في صفحة في جورنال ايطالي وجورنال انجليزي اكتر من نص صفحة على الكرة، على محمد صلاح وتجربته، ما تعملش مش على عملك ومهمتك، مش على العمل المهم، رغم ان انا كنت مستغرب طبعا ان حد يتصل بيا وطب ايه المجال، فقالوا لا احنا بنتكلم على الكرة، ان تجي تصور فيها هنا كتير. عندك لاعب عالمي بقيمه عالمي، يعني انت عربي في اسيا اللي ما بتحبش كوره بتعرف محمد صلاح. هنا هو مصدر النجاح اللي احنا حاسين بيه كمقاولين عرب. وده سبب لتوقعات بعض الناس. هقول لحضرتك حاجه بصراحه، يا الامور دي دايما بتخرج عن التوقعات لينا كافراد او محبين للكوره او مشجعين او حتى اعلاميين رياضيين. بس انا على المستوى الشخصي بقالي فتره متوقع ان محمد صلاح هيفوز بالجائزه لاسباب، حسابات جماهيريه، حسابات حجم التصويت اللي بيحصل عليها عالميا، المراهنات والحسابات اللي هي فيها جديد، لانه لا يعني سيكون شيء تقليدي لو فاز كريستيانو رونالدو، خد اللقب اكثر من مره ودايما كان الحسابات بينه وبين ميسي. حصل مودريتش على جائزه من الاتحاد الاوروبي افضل لاعب في اوروبا. الجديد والمفاجئ في رايي المتواضع جدا هيكون فوز محمد صلاح. حضرتك شايف انه عنده فرصه ولا لا في الفوز؟ لا انا شايف عنده فرصه وليست مفاجاه. ليه؟ لان هو بتنظر له ليس داخل المستطيل. محمد صلاح ان خارج المستطيل الاخضر هو له تأثير كبير جدا، له شهرة عالمية كبيرة جدا. ما يقدمه ده من الذكاء الاجتماعي والتواصل اللي هو جزء من التأثير. ان انت كرة القدم ليست مهارات فقط، ليست جمال أداء أو إحراز أهداف، لا فيها بتكلم عن ذكائه الاجتماعي كلاعب محترف، ذكاء في التعامل خارج مع الملعب طبعا. التعامل مع إن أنت إحنا رونالدو وميسي بقالهم سنين طويلة مفيش اتعمل له واحد أغنية باسمه، مفيش جماهير تغنت، مفيش العشق الهائل داخل بلده. يعني مثلا داخل البرتغال او الارجنتين مش بنفس الحب. هي بس هتكون هي النتيجه، لو انا قلت بمعنى ادق او وصف ادق، هتبقى نتيجه جميله مش تقليديه، فوز محمد صلاح. عشان كده بنقول هو طالما دخل في الثلاث اسماء هو اصبح مرشح وليس مفاجئ فوزه، ولكن هو اكتر نتيجه هتبقى مختلفه بالنسبه للاوساط العالميه. الموسم اللي قدمه ده استثنائي بكل المقاييس. انت برضو يمكن احنا ده صحيح مش متعودين نفرح قوي لا احنا لازم نديله حقه. هو استثنائي بكل المقاييس، بأدائه ومقاييس بتواجده في الملعب، بصناعه اهداف بشكل كبير جدا واحراز اهداف، بين ازدياد جماهيريه النادي، كل دي اعتقد من البوينتس. مفيش انت ما بتقيمش شخصيه او حد على
محور واحد. لا، مؤكد ان انت على محاور كثيره. فانت لو حطيت في التقييم نقاط كثيره في تقديري، وقد اكون ان محمد صلاح يعني يستحق، يعني لا تتمنى فقط، تتمنى وتتوقع فوز محمد صلاح. اتوقع بالمقاييس اللي احنا بنقيس عليها العلميه، بالمقاييس. لو انا بحط مقاييس عديده اللي هو بيسموها عندهم الميجرمنتس اللي بيحط عليها البوينتس، ده بوينت سيستم. لو حطيت بوينت سيستم علميه، محمد صلاح هيطلع. لو حطينا قياسات علميه لكل محاور مقارنه اللاعبين، كل محاور. انما انا مش بقول انا مش بختار بختار احسن هداف، لا. انا مش بختار احسن مهاره، لا، انا بختار احسن لاعب. حضرتك بتقول ان دي عوامل، مقومات اللاعب هي مقومات عديده. طيب، النني كمان احنا قلنا انه من النجوم الكبار جدا وبيلعب في نادي من اشهر انديه العالم. خروج هؤلاء اللاعبين، كيف نستفيد من هذه التجربه ونوسع من دايره خروج لاعبين ونجاحهم في تجارب احترافيه شهيره؟ يمكن محمد النني من التجارب اللي انا شخصيا او احنا مقاولين العرب اعتز بيها، لان احنا محمد صلاح كان مطلوب، محمد النني احنا اللي قدمناه، ودي تفرق كتير. احنا وسوقناه من محمد صلاح كان عقده في 12 ابريل 2012، محمد النني كان في شهر ديسمبر 2012. الفتره دي كلها كانت تسويق. ايه اميز البنود اللي في العقدين اللي حضرتك فاكر انكم او سعداء بيها لحد النهارده في التفاوض وفي تعاقد النني وتعاقد صلاح او انتقال ان احنا حطينا اللي بنسموها الحوافز او الانسنتيفز، اللي هي ما بعد التالق، اللي هي مش المبلغ اللي باخده في الاول. كان من المعتاد دائما ان انت بتاخد بتناقش على قيمه اللعيب، احنا اتناقشنا على ما بعد او تفاوض عمليه البيع دي عمليه البيع والعائدات اللي بتخش لنا. رغم ان احنا يعني يمكن واحنا في داخليا برضو بقول العائد المادي هيجي ويروح مهما كان عالي قيمته، انما الاسم ده يساوي كتير. فبقول لحضرتك احنا قعدنا حوالي 8 اشهر في مفاوضات وتسويق لمحمد النني واظهاره كيف ان هو برضو، عشان محمد النني كان انا كنت من يعني حاسس ان وجوده في بازل هيرفع محمد صلاح، لانه هيسنده نفسيا في الغربه، هيسنده جوه الملعب، ومتفاهمين فهميا ولعبوا مع بعض كتير. وهو دي النقطه اللي كنا بنشتغل عليها. لذلك في المفاوضه اللي حصلت في بازل، وانا كان معايا كل جهاز اعضاء مجلس اداره وجهاز فني وجهاز القانوني والاجهزه دي كلها في بازل، انا كنت بشتغل على النقطه دي وكنت براهن عليها ان هو هيكون سبورتد له بره الملعب. بتقنع اداره نادي بازل بكده ان ده هيعود عليهم بفوائد فنيه. قلت له هو هيعود عليه من محمد النني ومن صلاح اكتر، يعني انت هتشوف لعيب تاني خالص. وتالق كان محمد صلاح غير عادي، وكان حتى هم كان وقتها كانوا بيفضلوا بين محمد النني ولاعب كاميروني. فقلت لهم يعني يمكن احنا كنا صرحاء معاكم في كل مزايا محمد صلاح، فهل احنا فقالوا لا، انتوا كان كلامكم كان دقيق جدا صلاح. وعلمي جدا، فقدروا يقيسوا على ده انه قدروا يقيسوا وقالوا احنا كنا برضو الحقيقه. انا طب وهل المردود جاء فنيا زي ما توقعتوه؟ يعني ردود الافعال بعد انتقال النني هل جاءت بالنتائج اللي توقعتوها ونقلتوها لاداره بازل؟ ده جات لنا بشهاده شكر من احترافية الأداء، اللي هو قالك لم نشهدها في منطقة بالشكل ده. هذه الاحترافية، أنت بتتكلم مع واحد بتتكلم 8 أشهر بتقنعهم ويلاقوا الكلام ده موجود، فده أعتقد أنه كان مصدر ثقة كبيرة جدا. يعني العرض كان عرض عكسي، عرض للبيع مقدم من المقاولون لبازل بيقنعوا بفوائد وميزات هذا اللاعب. تسويق من عرض تسويق. تسويق من داخلي ولصالح الصفقة الأساسية ولصالح وهو حتى للظروف. يمكن محمد النني أنا قلت له أنت ربنا هيكرمك، لأن كان أنا كنت خارج مصر وهما بيسجلوه، وحصل كان حريق اتحاد الكورة، وكان فيش اتصال، وكان ما كانش هيتسجل في الدور الثاني، وانا اللي عملت الجزء ده كله ده مع اداره بازل وانا موجود في فرنسا.
فقلت له وكان هيقفل قبل عندي حتى الرساله اللي بعتوها بالتهنئه قبل القيد بقيد بساعات قليله يعني. ويحصل ان هو في اول تدريب اللاعب الاساسي يصاب وهو يلعب، وان لعيبي قالوا لنا احنا لم يحدث ان لعيب يجي لنا في نص الموسم ويلعب كم المباريات دي. هل توقعت حضرتك على المستوى الشخصي والمحيطين بيك في عمليه التفاوض ان النني كمان يتالق بهذا الشكل ويصبح عنصر مؤثر جدا في واحد من اشهر انديه انجلترا والعالم؟ حضرتك انا يمكن كنت يعني عندي تفاؤل كبير، لو انا مش مقتنع مش هقدر اقنع اللي قدامي ان هو هينجح في بازل. ورحت له قبل ما يروح انجلترا وقلت له، نقلت له راي المدير الفني بشكل ورايي انا الشخص الحقيقه، قلت له محتاج تطوير للاداء عشان تنتقل لانجلترا. والحقيقه كان هو على قدر كان في وقت ده تالق شديد، اشتغل وبيطور نفسه ولذلك ما كنتش مندهش انه راح ارسنال. وكان احنا حتى في نقاشي مع المدرب بتاعهم يعني الحقيقه كان شايف كل اللي قلناه صح برضه على محمد النني، وقال او كنا بنتكلم على التعبير انه ده لاعب لا يراه جمهور، فهو لاعب مؤدي جدا مهم جدا للمدرب، قد يكون في بعض طبيعة الأحيان أداءه حتى مش الأداء الممتع للجماهير المهاري، لكن خططيا مهم جدا، مهم جدا خططيا. وكان هو لعيب أساسي جدا في بازل وانتقل إلى الأرسنال كان ماشي بشكل كويس، ووارد في أي لعيب أنه هو يعني يهبط شوية، محتاج طبعا زي محمد صلاح حاليا هو في تحدي آخر، كل ما تنجح فأنت في تحدي جديد، محمد النني في تحدي جديد، وأعتقد أن هما الاثنين إن شاء الله هيتجاوزوا هذه المرحلة بإذن. هل عملية الاستثمار في النجمين صلاح والنني مستمر عوائدها إلى اليوم؟ هل كانت في اشتراطات الإنسانتيفز أو العوائد اللي حضرتك بتتكلم عنها والأرباح دي هتظل مع مشوارهم الكروي كله من نادي لآخر حتى وإن قلت النسب؟ لأنه طبيعي بتقل مع كل تجربة جديدة وبيستفيد أكتر النادي الوسيط اللي استلم اللاعب وسلمه لنادي آخر، ولا هي انتهت بمرحلة ما ولكنها مرضية؟ والله حضرتك أنا مش دي حاجة حتى من غير تفاصيلها مهمة للمشاهد إنه يفهم الأمور. ما هي أنا مش حابب أتكلم فيها لأن إحنا كنا حاطين بند سرية التعاقد. لا احنا مش عايزين نقول اي، ولكن حتى اليوم حضرتك بتشوف التجربه هو الافصاح عن الحجوز المالي ده بيؤدي انك تعرف هم مش بيحبوا خالص ان لا العقد يتنشر ولا الامور لان دي بتاثر على حاجه تانية. انما بس بتساعد حضرتك معناها ان التجربه ناجحه جدا وان التعاقد ده انتم سعداء بيه حتى اليوم. التجربه ناجحه يعني. ويمكن حضرتك انا كنت ماسك كنت مشرف على التعاقدات في المقاولين العرب في الوقت ده، واحنا بنتعامل مع كل العالم. كان من الهام جدا يمكن احنا يبقى عندنا سيناريو كويس، دارسين العقود في العالم، دارسين النقط اللي هنتناقش فيها. لذلك ابراهيم بمحلب احنا قعدنا في يعني كان حوالي 7-8 ساعات وكان هو يعني بيتكلم انا وكان في تفويض، انت معاك الموضوع التعاقد طول هيطول لان احنا بنتعاقد مع جزء محترف، هم جايين بتصور احنا يعني لدرجه هم ردوا علينا احنا كنا جايين انتوا خدتوا كل حاجه ما وفيتولناش على حاجه. فقلت لهم لا انتوا هتعرفوا هتستفيدوا ازاي من الصفقه دي فيما بعد. فلذلك هو لسه جالي من حوالي بعد ما خد احسن لعيب في انجلترا. مش عارف ليه بيبقى في اتصالات وتبادل للاراء بينكم مع كل مرحلة جديدة لمحمد صلاح، يعني لا كل نجاح أو انتقال له أنكم بتتبادلوا الآراء أو بتتكلموا مع المسؤولين في بازل من الوقت الآخر حتى كأصدقاء؟ لا أنا مع بازل على اتصال رغم أنهم سابوا النادي، يعني الرئيس والتنفيذي سابوا النادي، إنما إحنا على اتصال سواء بالإيميل أو واتس أو مكالمة، لأن إحنا بالنسبة لنا كانت تجربة رائعة. هو بيقول لك كانت تجربة رائعة مننا كمقاولين مع بازل. هل ممكن يخرج نماذج تخرج أخرى مميزة من المقاولين الفترة الجاية لأوروبا لأندية برضو تبدأ تتدرج وتصل لنجاحات كبيرة؟ أعتقد ممكن جدا مع الشغل اللي بيتم في قطاع الناشئين، بس هو محتاج طبعا شغل أكتر. كل ما أنت بتعلى كل ما بيبقى، بس أنت دلوقتي بتبتدي وأنت عندك اسم، بقولك أنت اسمك براند، يعني أنت براند دلوقتي ما تيجي تقول أنا
بتقدم نفسك لاي حته بتقول انا النادي اللي قدمت محمد صلاح، انا محدد كونتراكت هيطلع مقاولين، هيطلع محمد صلاح ونني الارسنال يعني هيطلع لك. فانت عملت يعني عملت يعني بقى عندك قوه، نقطه قوه في التفاوض كمؤسسه، بقى في نقطه كمؤسسه انت بقى ليك تواجد، انت ليك سي في تدي ثقه لاكثر. طبعا ليك سي في، مش بتتكلم انت مثلا نادي مغمور او مش معروف. وبعدين الحمد لله انك تطلع اثنين، يعني معناها ان انت ماشي بخطى. احنا طلعنا بعد كده مجموعه، بس ما انت في جزء انت بتعمله في جزء الشخص. الشخص هل هو عنده الجلد، عنده الصبر، بيكمل ولا لا، بيتطور ولا لا، مش دايما. والا كان مثلا كانت انجلترا كل يوم تطلع مواهب، ما انجلترا اكبر يعني اصل الكوره وعلم وكل حاجه، انما ما عندهاش نجم عالمي من انجلترا كل سنه، ما عندهاش. عشان كده هم في احتفاء استثنائي بهاري كين دلوقتي، هم بيلتفوا حوله كهداف انجليزي لمنتخب انجلترا وسعداء بيه، وبيحاولوا يعملوه معامله استثنائيه جدا. في كام هاري كين في انجلترا؟ انا عدد قليل قوي النجوم. لا انت حضرتك لما تيجي قلت هاري كين، في حد تاني؟ لا ففي جزء كبير قوي على الشخصيه انت بتقدر تملي. انا كنت اقول لهم يعني قعدت مع محمد صلاح بعد اول 6 اشهر اما خد، قلت له لقيت كل اللي انا قلت عليه، لان انا عشت في سويسرا في سنك. لقيته، قال لي لقيته. قلت له بس انت اللي جاي اكتر اصعب. فقلت له احنا بالظبط كده، اما بقول حاجه انا زي المدرس، انا بقول نفس الكلام وبقوله، في واحد بيطلع الاول واحد بيطلع الاخير. طيب يعني طبعا عايزين نسمع راي حضرتك في حاجات كتير قوي كلها مهمه، هننتقل من موضوع لاخر بسرعه، بس عشان نختتم النقطه دي عايزين تعليق سريع من حضرتك، كيف نتجاوز الأزمات؟ شفت إزاي الملف اللي أدير الفترة اللي فاتت كان بشكل غريب شوية إعلاميا وجماهيريا، إلى أن تم احتوائه وتم التوصل إلى قرارات، لأننا كلنا ندور على الصالح العام وكلنا نحاول نقرب وجهات النظر ونزيل الفجوة. قضية الحقوق التسويقية وما أثير حولها والخلاف اللي دار بين نجمنا محمد صلاح ووكيل أعماله أو محامي من جانب والمسؤولين في اتحاد الكرة من جانب آخر، شفت المشهد ده؟ أنا شايف يعني لو قارنا ما حصلش مع أندية تاني. يعني مثلا في انجلترا في اسمه رياض محرز، هل سمعت عن هذه الضجة؟ لا على الإطلاق، لا إطلاق. محتاجين احنا نشتغل في كرة القدم بما وصلت له بشكل احترافي وخطة موضوعة وناس نقعد نشتغل كده بعد كام سنة هنعمل ايه، لان دلوقتي الموضوع بقت فيه اعباء كتير على الانديه اسعار، فانت محتاج تسوقها بشكل جامد. هل المكانه اللي فيها انجلترا دي والدوري الانجليزي وصلت ليه؟ هنصنع العجله ليه؟ مش هنبتدي نشتغل صح؟ احنا يمكن تجربه محتاجين الاتساع الافق والنظر للشكل الاحترافي المتعارف عليه عالميا واحترامه من المسؤولين في دوائر صناعه واداره الرياضه وكره القدم فقط، ام من نجومنا ام الطرفين معا؟ يعني مين اللي حضرتك شايفه محتاج يتسع افقه اكتر في النظر للملفات؟ مع الكل، بس تبتدي تملي من اتحاد الكوره، هو اللي راعي اللعب. فانت عايز الكيان الاكبر، يعني الكيان الاكبر. انت بقى بتنتقل الى مستويات تانية، محتاج تقعد وتحط نظم. وليه هنقعد يعني زي ما بيقولوا ايه، ليه مش هتصنع العجله من الاول؟ في ناس وصلت، كيف يعامل النجم، كيف الحقوق التسويقيه، الكلام ده محتاج ناس بتبحث. انا بقول لحضرتك انا لما رحت بازل كمان من المؤسسات الكويسه اللي كانت مساهمه في نجاح محمد صلاح، وكنا سعداء بيها. ليه؟ لانك انت لما بتحط محمد صلاح في فريق اساسا فريق بطوله، غير انه مش فريق بطوله، لان فريق بطوله هيلعب الدوري شامبيون ليج وهيلعب الدوري الاوروبي وهيظهر وعنده روح البطوله. لو انت خدت اللعيب ده حطيته في نادي وسط او تحت، لا تتوقع انه يظهر، هيبقى نادرا، لان خلاص فرص ظهوره اكبر واوسع كثيرا مع نادي من القمه طبعا اللي بيشارك في كل المنافسات القاريه. وروح روح انك انت في نادي قمه، نادي قمه يعني منظم على طول، يعني هو نادي انا لما رحت شفت مؤسسه، انت داخل مؤسسه فعلا، يعني زي شركة تصنع يعني كرة القدم. يعني كيف نتفادى تكرار السيناريو المزعج والمؤسف اللي حصل الفترة اللي فاتت؟ ان احنا نقعد او مش احنا يعني المشغولين في مصر عن كرة القدم، كرة القدم في مصر اتحاد الكرة يقوده ويحط خريطة عمل كده في كل مرحلة، في كل جزء ما يخص اللعيبة المحترفين وشؤون العالمين. ليه احنا ما يعني سؤال انا الحقيقة مش عارف له اجابة، ما طبقناش دور المحترفين لغايه دلوقتي ليه؟ رغم ان احنا ايام كابتن سمير زاهر الله يرحمه وقالوا ان الاتحاد الافريقي لن يسمح بعد تاريخ
كذا وان مش الفريق اللي هيكسب خطينا التاريخ ده والفريق اللي هيكسب مش هيشترك في دوري الابطال. الموضوع ده سكت ولا احد يتكلم عنه مع انه هو خطوه. تذكر النادي الاهلي كان له الرياده في فتح هذا الملف في مصر، وكانوا تم استقدام او دعوه لزياره مصر واحد من ممثلي رابطه دوري المحترفين. صحيح. المسؤولين في البريمير ليج او الدوري الانجليزي، كان وكان بحضور الكابتن حسن حمدي كان رئيس النادي في هذا الوقت، والكابتن الخطيب كان رئيس النادي، المهندس خالد مرتجي. وادير حوار كبير موسع على مستوى النادي الاهلي لتوسيع ادراك او زياده وعي وادراك الانديه المصريه والتنسيق مع الجهات المسؤوله عن توزيع الحقوق بس ننفذ. صحيح. فحصل عندك يعني انا هقول انا يعني قلت قبل كده مره ان انا كنت في نتيجه يعني لظروف الشغل في الجزائر، فروحت الاتحاد الجزائري وقابلت الاستاذ روراوه. الدنيا مختلفه هذه في رابطه انديه محترفه ملهاش دعوه باتحاد الكوره خالص. اتحاد الكوره هو ماسك المنتخبات فقط وناشئ، وكان بيستثمر عايز يعمل فندق علشان يصرف على المنتخب، ومنتخب بتاعهم وصل كام مره كاس عالم. كان لا، واعتقد في كل دوله اتحاد الكره او الاتحاد الوطني فيها لكره القدم بيبقى له بطوله بينظمها، اعتقد الكاس المحلي في الدوله المحلي. حتى ده في انجلترا يعني. لكن دوري المحترفين بس مهمته الاساسيه المنتخبات. وفي رابطه الانديه المحترفه اللي هو لجنه الحكام او رابطه الحكام المستقله. يعني الدنيا هم عملوا ايه ببساطه؟ هم خدوا، وهو اداني الكتب دي حقيقه كنت عايز اهديها لاي حد، هو خد اللي هو بيحصل في فرنسا كلها وترجمها، بقت نصها فرنسية ونصها عربي. ماذا ينقصنا لنفع لنعمل او نحقق شيء مشابه؟ ان نبدا من حيث انتهى الاخرون، ان احنا نختار نموذج نشوف كله يتعامل. هقول حاجه، ما يحصل معايشه للناس اللي هي تدير التنفيذيين تروح على اي تروح انجلترا. طب بصراحه يعني مهندس شريف ارجوك قول لنا اجابتك او رؤيتك لهذا الامر بصراحه. هل تعتقد ان جزء كبير او اساس المشكله هو رفض المسؤولين في اتحاد الكره على مدار بقى اتحادات متعاقبه التنازل عن هذه الحقوق، ان هم المسؤولين او هم المهيمنين على الدوري المصري والدوري الممتاز، وان هم لهم كافه الحقوق او الكثير من الحقوق بشان هذه المسابقه، وان لسه مش قادرين يتعايشوا مع فكره ان تنظيم الامور بشكل مختلف هيخليهم يتركوا جزء كبير من صلاحياتهم ولا لا؟ يعني الاجابه، انا طالب اجابه بقى او لا على السؤال ده. الاجابه طالما احنا ما حققناش دوره المحترفين فهي الاجابه زي ما انت بتقول. نعم. يعني انا مش فاهمها برضو ليه. انا ليه ما هو خلينا احنا هنبقى في احتراف، ما ينفعش في نقطه مهمه، ما ينفعش احنا دلوقتي بقى بنسمع ارقام بالملايين للعيبه وتديرها هواه او اقول انا متطوع او هاوي، لا يصلح. ده انت عايز ناس اداره محترفه طالما نشاط احترافي محترفه، اداره محترفه ليل نهار بتشتغل في التطوير وفي اللوائح والتسويق وحاجات كتير يعني جدا. محتاجين توزيع اختصاصات بقى في مصر يعني في كره القدم. حجم ما يصرف في كره القدم اليومين دول قد ايه؟ ارقام مهوله طيب جدا. طيب بمناسبه حجم ما يصرف، بحديث حضرتك او انطلاقا من حديث حضرتك او اشارتك الى الارقام، كيانات جديده بتظهر في الدوري المصري زي نادي بيراميدز او كيانات اخرى عندها تمويل جيد جدا، بعض انديه الشركات او المؤسسات الاقتصاديه اللي لها انشطه مختلفه ايضا تتمتع بغطاء مالي جيد، بعض انديه المؤسسات ايضا لها غطاء مالي جيد وحتى لو كانت مؤسسات تابعه للدوله مشاركه في الدوري الممتاز. كيف ترى تاثير دخول التمويل الضخم بهذا الشكل وهنتعامل معاه ازاي في الفتره الجايه؟ هل هيقضي على بعض الانديه اللي لها تاريخ وجماهيريه ولكن امكاناتها الماليه ضعيفه؟ هل هتخرج من السياق او من القدره على المنافسه؟ طبعا هي منظومه متكامله. اما انت تنظم، لانك لما تبقى محترف هتبقى تنظم الاعلام والتسويق وهتبقى في تنظيمات اخرى كثيره هتعود على الانديه الجماهيريه، لان النادي الجماهيري مع العائد له ميزه. يعني لو خرجت الانديه الجماهيريه هتاثر على البث الفضائي مؤكد، فلازم احافظ عليها. في ظل عدم التوازن بين الانديه اللي تمتلك مقدرات ماليه بالتاكيد الانديه الشعبيه هتتاثر أكتر، وده خطر واجه بقاله كام سنه بقاله كتير. اكتر ناس تتاثر هي الانديه الشعبيه. قد يجي في وقت وحد يستثمر فيها، يعني ياخد اسم النادي الشعبي، وده هيبقى شيء جيد. يعني انا اتمنى الاستثمار يكون في الانديه الشعبيه، لان هي لو انت خدت نادي
منصوره، نادي المحله، نادي وبالمعنى. خلينا ناخد مثال نادي غزل المحله، والوالد كان مؤسس كره القدم وكان من كبار قاده ورواد هذا الكيان الرياضي والكروي الناجح، وكان لهم شان كبير في كره القدم في فتره وهو يمكن كان فكره سابق، لانه بدا الاحتراف بدري، كانت اول نادي احترف في مصر هو النادي المحله، النادي الوحيد اللي كان يمتلك معسكرات كره قدم في مصر. ما كانش فيه فكر المعسكرات ده هو نادي المحله، لان المنتخب كان بيجي عسكر في المحله، معظم نجوم مصر اهلي زمالك مصر كانوا في المحله، بيجوا المحله ليه؟ لان كان في امكانيات، وهو رحمه الله كان يعرف انها صناعه وصناعه قادمه بقوه، وهو عمل الفرقه او الفرقه التركيز على الفرقه لانها تسوق للمحله لمنتج المحله، يعني كان فيها لها فكر اعلامي. فاحنا ليه ما نعملش كده؟ احنا دلوقتي ونفصل بين في مساهمين وفي ناس تدير، يعني في ناس تساهم. يعني هنا هل تطالب حضرتك بتركيز حتى الجهات اللي عندها امكانات ماليه عاليه اللي ممكن تضخها في الرياضه او كره القدم، او حتى المستثمرين؟ بنتكلم عن مؤسسات او افراد، حضرتك بتطالب بانهم يوجهوا التمويل ده سواء للشراكه او لشراء انديه او للدخول لتمويل انديه ورعايتها من الانديه اللي لها طابع تاريخي في كره القدم وجماهير؟ طبعا ده الافضل، لان يعني الجماهير هي اللي هتصنع لك الاستمراريه اللي هتسندك بعد كده. ان انت نادي بطوله، عايز تبقى بطوله لازم عندك جماهير. ان انت هيبقى اولا كمان هتاخد كيان قديم، كيان له مهما كان تاثر، انما هو كيان قائم وله جذور. انا اعتقد هيكون تاثيره اكبر، بتمثل بلد. يعني انت بتلاقي مثلا في انجلترا بتمثل بلد، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، حتى لو اتنين بنفس اللي بس هم البلد. كان يمكن نادي المحله هو النادي اعتقد الوحيد اللي هو نادي شركه ونادي شعبي. المعادله دي ما جاتش، المحاولين العرب ما قدرش يكون نادي شعبي. وحتى كان في المهندس ابراهيم محلب واحنا موجودين كان في احد الافكار ان احنا ننتقل يبقى مكاننا احد المحافظات، لان احنا عشان يلتف حولكم الجمهور المحافظه، جمهور المحافظه اللي هم بتوع المحله، بتوع الرئاسي، بتوع المقاولين. ولدرجه احنا لعبنا احد المباريات كان لسبب لعبنا نادي شعبي في بنها، كان عدد الجمهور 50-50. ليه؟ لان في ابناء المقاولين العرب اللي لهم انتماء فحضروا في الملعب، فبقى عندك شعب. ما كنا بنلعب في اسيوط كان بيحضر لنا جماهير كتيره. فانما منافستك جوه القاهره صعبه، صعبه لان ما فيهاش الجماهيريه هنا، ما فيهاش الجماهيريه، وانت عندك اكبر القطبين، يعني ده الاهلي والزمالك. هنا الترسانه لم تستطيع مثلا رغم انها تكون جماهير كبيره، لا كانت محدوده، هتبقى لا زلت محدود، خلينا نكون واقعيين. انما لو انت متواجد المصري هو جماهير، له جماهير عريقه، الاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري، الاسماعيلي، مهما طبعا كان انت بقى، انما جماهير المحله رغم ما تعانيه الناس بتموت نفسها جوه المحله. بس ظهرت انديه، يعني المعادله دي نحلها ازاي؟ انه زي ما حضرتك قلت تاريخ اسكندريه ارتبط بالاتحاد السكندري على مدار تاريخ كره القدم في مصر، ولكن ظهرت انديه اخرى تبع المؤسسات من الاسكندريه او من نفس المنطقه ومحيطها اصبحت هي اللي الجمهور بيؤازرها ويتابعها لان نتائجها افضل رغم حبه الشديد وعشقه للاتحاد السكندري، بس هي اللي بتشبع رغبته كجمهور كوره عايز يستمتع ويفوز. ممكن بس مش هتلاقيه زي الجمهور الاساسي. يعني هقول لحضرتك الاهلي والزمالك طلعوا، ظهر انديه كتيره في القاهره لم تستطع انها يعني تاخد تستحوذ. يعني هنا حضرتك بتقول لو الاتحاد مستواه الفني ارتفع ونتائجه اتطورت مره ثانيه هيبقى حاله ثانيه خالص، غير اي نادي تابع لاي مؤسسه يعني اسكندري. حاجه افتراضيه، لو امكانيات سموحه وتخطيطها كانت مع الاتحاد كان يبقى الوضع مختلف تماما، كنت تلاقي اسكندريه دي خلاص، او نفس الامر، او لو سموحه بما قدم حتى الان وتميزه فنيا والامكانات والاداره اللي بتدير بشكل جيد جدا، لو كان معها الجماهيريه كنا هنشوف. ما هو انت عشان تحصل على الجماهيريه ده انتماء موجود في البلد. يعني انت مثلا لو جبت الاتحاد عانى كتير، وكل الانديه الجماهيريه مثلا، هات تعالى قول له ده ما تشجعش الاتحاد، مستحيل. المصري كان في اوقات كتيره بيبقى اللي هو خلاص ده الاهلي والزمالك بالنسبه له، يعني ده فريقه اللي هو اتربى على حب وتشجيع النادي ده. هو مش سهل ابدا انك انت تنتزع جماهيره، اعتقد صح. هقول لحضرتك حاجه، الاولمبي برغم انه حقق نتائج انما ما قدرش ياخد جماهير الاتحاد، صحيح ولا يا بالارقام
كنت تشوف مباراة. حضرتك بتقول اشتغل على دين، اشتغل في الوسط طبعاً الكروي، على الاستثمار في الانديه اللي اوريدي عندها جماهير طبعا، فده هيساعد على التسويق والنشاط والتواجد الجماهيري وبيع التذاكر اللي حضرتك تعلم ان فيه. ده كلام مهم جدا، لان ضمن هذه الاشتراطات الاحترافيه المحدده دوليا اللي حضرتك اتكلمت عنها ان اي مؤسسه خاسره لن يسمح لها بممارسه النشاط، لا يحق لها التواجد. لو كانت حساباتها خاسره دي هتخليك تظبط حاجات كتيره، لان انت في الميزانيه هتقول انا صرفت كام وجبت كام. لو طبقا للرولز بتاعه الاحتراف هيقول لك لا توقف النشاط. يعني انت اي شركه كره قدم اصبحت للافلاس هتخليك تدور على كده، وبالتالي احنا محتاجين الجمهور والحضور الجماهيري. انت محتاج الجمهور. احنا ماشيين بطريقه عكسيه شويه. ليه مش عارف. يعني انا بالعكس انا عندي جمهور. يعني انت لو رحت في المنصوره مثلا، المنصوره طلعت نجوم كبيره، وقلت انا هعمل نادي المنصوره، شوف بقى عندك الدقهليه دي قد ايه جماهير تزحف وراءك. مهما تدهور حاله اول ما يقول المنصوره هتلاقيه موجودين الناس، وهكذا طنطا، وهكذا المحله، وهكذا الانديه الجماهيريه في المحافظات، الجماهيريه اللي في المحافظات. انت بتعمل حاله اخرى، حاله من الرواج والتسويق. يعني كلام حضرتك حتى الان اننا لسه بعيد قوي عن تطبيق مفاهيم الاحتراف الحقيقيه في اداره كره القدم في مصر. وهقول لحضرتك حاجه، مثلا قواعد ان واحد يشتري نادي، هل احنا عندنا قواعد واضحه؟ بس في انجلترا واضحه، عندنا لا. بيعرض مين هو، وهل وضعه ايه، له تداخل مع هذا. طيب خلينا لو حد من اللي بيتابعوا حضرتك دلوقتي بيقول على اساس ايه المهندس شريف حبيب قال انها مش واضحه في مصر، يعني من يقطع بهذه المعلومه؟ بالعكس انا مش بختلف مع حضرتك، انا بقول كيف نقطع بان هذه المعلومات مش متوفره في مصر. انا لا اقطع، انا بقول على انا بس تساؤل على المسؤولين. لو تعرف هل المعالم الموجودين في هل عندنا لائحه لقواعد شراء الانديه؟ هل هي واضحه ببنود حسب معلومات حضرتك حتى الان هي مش متوفره؟ انا ما اعرفش هي هل هي، لان احنا ما كانش سابق قوي، ما كانت سابقه اولى دي يمكن شويه. هل هي واضحه او بتطبق زي الدول اللي عندها؟ يعني هقول لحضرتك حاجه ملاحظه، ان انديه انجلترا لا انديه بتصارع، هل فقدت جماهيريتها؟ يعني انت تتفرج قوي اي مباراه في الدوري الانجليزي مش تلاقيها حاضر الجمهور، حتى الفريق الثاني اللي في يعني متذيل الجدول يعني له جمهور. هل تخلى عنه؟ لا طبعا ما بيقدرش. انا بقول يمكن يبقى الجماهيريه عمله نادره ومهمه جدا لازم الحفاظ عليها في كره. انا بقول من الكره يعني اقوى احزاب. انا بقول انت ممكن بتحاول في اي حزب خلينا نقول او كده تجذب مؤيدين لك، حزب عمال، حزب كذا، وبتحاول تقول لهم الكره لا، ده الكره انت احيانا بيبقى نتائجك وحشه والمشجع بيمشي وراك ويدفع من جيبه ويسافر ويتعب ويبذل مشقه يعني. ولو انت الامور ما مشيتش معاك كويس لا يمكن يسيبك. طيب دي مش يعني موجوده الا يعني في كره القدم. طبعا صحيح. يعني هنا حضرتك بتقول انه الفتره الجايه احنا محتاجين نشتغل على امتلاء الاستادات بالجماهير زي المنظر الجميل اللي شفناه في مباراه الاهلي مع حوريه كوناكري الغيني بالامس، واحنا محتاجين ده كجزء اساسي من نجاح منظومه الاستثمار في الرياضه وفي كره القدم في مصر. ده ضروري جدا، ده ضروري جدا، وتبقى في ناس وخريطه معلنه للكل وعارفين احنا ماشيين فيها ايه، وتاخد حوار لا مانع. يعني انا بحيي التجربه اللي بيعملها النادي الاهلي لمناقشه لائحه النظام الاساسي. ما انت في مشاركه وهتسمع افكار. احنا الخريطه واضحه، واضحه للجميع اعلاميا، اداريا، لائحيا، احنا رايحين فين؟ احنا عايزين يبقى عندنا كام نجم؟ احنا عايزين يبقى عندنا تسويق. انا هقول لحضرتك يمكن نقعد نتكلم في الاستادات. انا درست الاستادات رياضه وهندسه وشفتها، احنا بعيد عنها خالص. الاستادات القيمه تعمل 365 يوم، لا يمكن باي حال من الاحوال تصمم وتنفذ استاد بالطريقه انه يشتغل على مباريات هيخسر مليون في المية. يبقى حتى الان ايضا الاستادات بوضعنا الحالي خاسرة طبعا. يعني انت دلوقتي عشان تعمل استاد عايز مليار، احسب المليار دول لو حطيتهم يجيبوا لك فائدة كام، هيعمل كام ماتش، حط اي رقم مش هيجيب. انما لو انت عامله هو مؤسسة تدير احداث رياضية وجميع السادة يمكن عارفين احسن مني، بس انا يمكن لما بروح
استعداد او دعيت او شفت، انا ببص له هندسيا وتسويقيا واداريا. يعني ضروره من اجل الاستثمار في المزيد من الملاعب والاستادات ان نصل لحلول جيده جدا في اداره الامور الخاصه بالرياضه وكره القدم في مصر، وان احنا نرجع بقوه لامتلاء استمرار النشاط بشكل يومي حضرتك بتقول، وامتلاء كمان المقاعد بالجماهير. حي حي في كل الاوقات، حي حياه كامله، مؤسسه بتشتغل كل يوم. يعني انت هقول لحضرتك حاجه، روح انا حضرت في احد الاستادات ومش عايز اقول، بينظم لي لقاء مع رجال اعمال على ترابيزه، انت عايز تقعد مع رجال بنوك تعال اتفضل.